تكريسا لجهود تشجيع بعث روح الذاكرة الوطنية والمحافظة عليها لدى فئة الشباب، عادت جائزة الأول من نوفمبر 54 في طبعتها لهذا العام لإحياء أمجاد ومآثر ثورة التحرير وترسيخ رسالة نوفمبر الخالدة، ما أكده وزير المجاهدين وذوي الحقوق خلال حفل نظمته الوزارة على شرف المتواجدين. توصل الرسالة. حرصت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق على إرساء مثل هذه النشاطات المحفزة لتجديد روح الانبعاث في الذاكرة الوطنية على غرار نشاطاتها في هذا الميدان، وهي إذ تحرص على إحياء ذكريات شهدائنا الرموز والاحتفاء بمآثرنا التاريخية، فهي على مدار العام وفي مختلف المناسبات لا تألو جهداً للدفع بالذاكرة الوطنية إلى مدار الإشعاع والاهتمام الأبلغ. الجائزة التي شهدت مشاركة كبيرة في طبعتها 28 عرفت تتويج العملين الأكثر تميزاً في كل من فئة البحث التاريخي، الرواية، القصة، الشعر، وكذا فئة السمعي البصري، تتويج من شأنه تشجيع الشباب على الاهتمام بالبحث والإبداع في المجال التاريخي. هذا العمل يضاف إلى مكتبة التاريخ والذاكرة الجزائرية، وهو واجب علينا نحن كشباب اليوم أن نحمل هذا المشعل ونواصل رسالة الشهداء والمجاهدين الأحرار. سعيد جدا بهذا التتويج في الجائزة التي يعني أعتبرها جائزة يعني كبيرة. حفل تسليم الجوائز كان فرصة أيضاً لتكريم بعض قادة الثورة ممن خطوا أسماءهم بحروف البارود والنار على صفحات تاريخ الجزائر وثورتها. جائزة الفاتح من نوفمبر في طبعتها لـ 2023 وبأعمالها العشر المتوجة ستكون مكسباً جديداً يثري المكتبة التاريخية وإصدارات وزارة المجاهدين التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية.